مناعة القطيع هي النظرية اللي هيعتمدها العالم صح؟ طبعا إن لم يوجد علاج وإن لم يوجد تطعيم لا يوجد حل آخر إلا هي سياسة مناعة القطيع. ولكن تفرق مناعة القطيع بأن أنا أرفع إيدي وأقول للناس تنعدي كلها بوقت واحد وتصير الإصابات بمئات الألوف ويموت كثير من الناس، ولكن هي تنظيم سياسة مناعة القطيع بعمل كثير من الإجراءات التخفيفية اللي قمنا فيها وقامت فيها الحكومة بالسابق وما زالت إجراءات موجودة بتقليل هذه الأعداد لين حد وصول إلى نوع من المناعة المجتمعية لهذا المرض. طبعا ولكن ما زلنا نرجو بوجود يعني طلوع أي مصل أو عقار ناجع لحل هذه المشكلة، وكثير من الشركات اليوم أكثر من 19 شركة تقوم بعمل البحوث والدراسات على أدوية وعقاقير وأمصال لحل وصول لحل هذه المشكلة، وإن شاء الله نتأمل خير. يعني العالم اليوم كله شغال على موضوع واحد، وإن شاء الله راح نوصل إلى حل.